بسم الله الرحمن الرحيم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم شعب مصر العظيم ابناء الوطن الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الشعب كلمته ووصلت الرساله مصر هي غايه المراد نعم اصطفى المصريون امام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها تلبيه لنداء الوطن صانعين بتراثهم ووحدتهم ملحمه في حب مصر مبروك للمصريين، فقد شهدت الانتخابات الرئاسية ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم. أولا، خروج كل أطياف الشعب لتقول رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف. أم الشباب؟ كبار السن أم ذوي الهمم؟ العمال أم الطلاب؟ فكانت نسبة التصويت هي الأعلى في تاريخ مصر. ثانيا، لا تجاوزات ولا خروقات شابت العملية الانتخابية. بل حازت على اشادات من البعثات الدبلوماسيه والمنظمات الاهليه المحليه والدوليه ومن قبلهم اشاده الناخبين ثالثا تنوع المرشحين وبرامجهم حيث خاض السباق الانتخابي ثلاثه منهم يمثلون احزابا مختلفه الاتجاهات والتوجهات ولها تمثيل نيابي مميز ومرشح فضل ان يكون ظهيره الشعب كما كان هناك التزام اخلاقي من المرشحين الاربعه فلم يوجه احد منهم للاخر نقدا شخصيا رابعا اقل نسبه انفاق مالي على الدعايه الانتخابيه وحياد غير مسبوق من كل وسائل الاعلام المقروءه والمرئيه والمسموعه خامسا تعاون الوزارات والهيئات المعنيه مع الهيئه الوطنيه للانتخابات في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم حتى خرج بصورة حضارية طليق بتاريخ ومكانة مصر وكالعادة نزاهة القضاة المشرفين على الانتخابات وحياد رجال الشرطة في تأمين مقر الاقتراع فالفائز في هذه الانتخابات هو الوطن والكنز اسمه المصريون شعب مصر العظيم العداله المساواه الشفافيه ثلاثه مبادئ التزمت بها الهيئه الوطنيه للانتخابات منذ بدايه العمليه الانتخابيه وحتى اعلان النتيجه اليوم فالى جانب الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجود قاض على كل صندوق في كل اللجان المنتشره في مدن مصر وقراها سمحت الهيئه لممثلي البعثات الدبلوماسيه واعضاء منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية، بمتابعة لجان الاقتراع، وإجراءات التصويت والفرز، لتصبح العملية الانتخابية على مرأى ومسمع من الجميع، فلم يكن هناك ما نخفيه، بل كان لدينا ما نفخر ونتباهى به، فوقف الخلق جميعًا. ينظرون كيف نبني قواعد الديمقراطيه تحيه اجلال وتقدير الى المصريين جميعا الذين رسموا مستقبلهم باحرف المنور من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات التي من المؤكد انها ستظل محفوره في وجدان الجميع وستبقى نموذجا فريدا يحتذى به في الاستحقاقات القادمه كما اتقدم في هذه المناسبه بخالص الشكر والتقدير لكل قضاه مصر الاجلاء الذين تفانوا وبذلوا الجهد وكانوا على قدر الحدث والمسؤوليه وتحيه لرجال الشرطه البواسل على دورهم البارز في حفظ الأمن وتأمين العملية الانتخابية. وأتوجه كذلك جز... بجزيل الشكر والعرفان إلى زملائي أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي والعاملين بها لما بذلوه من جهد وتحملوه من مشاق. على مدى اشهر طوال من اجل ان تخرج الانتخابات بالصوره المشرفه التي تليق بمكانه مصر والمصريين وساعرض على حضراتكم الان نتيجه فرز صناديق الاقتراع عدد المقيدين بقاعده بيانات الناخبين سبعة وستين مليون اتنين وتلاتين ألف أربعمية سبعة وتلاتين ناخبا عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج أربعة وأربعين مليون سبعمية سبعة وسبعين ألف ستمية تمانية وستين ناخباً بنسبة مشاركة وصلت ستة وستين وثمانية من عشرة في المية عدد الأصوات الصحيحة أربعة واربعين مليون مئتين تمانية وثمانين ألف تلتمية واحد وستين بنسبة تمانية وتسعين وتسعة من عشرة من إجمالي الحضور عدد الأصوات الباطلة 489307 307 صوتاً بنسبة واحد وواحد من عشرة من إجمالي الحضور. عدد ما حصل عليه كل مرشح وفقاً لأعلى الأصوات. السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. وشهرته عبد الفتاح السيسي تسعة وثلاثين مليون سبعمية واثنين ألف تسعة وتلاتين مليون سبعمية واتنين ألف أربعمية واحد وخمسين صوتا بنسبة تسعة وثمانين وستة من عشرة من إجمالي الأصوات الصحيحة السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر مليون تسعمائه سته الف وخمسين صوتا بنسبه اربعه وخمسه من عشره في الميه من اجمالي الاصوات الصحيحه السيد محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران مليون سبعمائه سته وسبعين الف 952 صوتا بنسبه 4% من اجمالي الاصوات الصحيحه السيد عبد السند حسن محمد يمامه وشهرته عبد السند يمامه 822 606 صوتا بنسبه 1.9% من, من اجمالي الاصوات الصحيحه وبناء على ما تقدم اجتمع مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات ظهر اليوم واصدر القرار رقم 39 لسنه 2023 باعتماد النتيجه النهائيه للانتخابات الرئاسيه متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهوريه لمده ست سنوات ميلاديه تبدا من اليوم التالي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في مسيرته نحو تحقيق التنمية والرخاء لمصر وشعبها وأقول للمرشحين الذين لم يحالفوا بالتوفيق فزتم باحترام المصريين فزتم بإعلاء قيم الديمقراطية وفقكم الله فيما هو قادم شعب مصر العظيم اديت وزملائي اعضاء الهيئه الوطنيه للانتخابات واعضاء الجهات والهيئات القضائيه المهمه الموكله الينا بضمير وحياد القاضي واثبتنا وبحق ان لمصر قضاه واثبتنا وبحق ان لمصر قضاه جعلوا الوطن غايتهم والعدل شريعتهم عاشت مصر الرائده ابدا الباقيه خلدا المستمرة فخارا وعزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته